حول زيارة العاشر من محرم ينضم إلينا مراسلنا من كربلاء جاسم الهميم. جاسم مساء الخير، بداية ضعنا في آخر التفاصيل للاستعدادات الأمنية والخدمية فيما يتعلق بهذه الزيارة، زيارة العاشر من محرم، تفضل. مساء الخير، بالحقيقة الخطة الأمنية ما زالت تجري بصورة ممتازة لحد هذه اللحظة، هناك انتشار واسع للقوات الأمنية على مداخل محافظة كربلاء، سبقت هذه الخطة أيضا عملية استباقية جرت في صحراء محافظة كربلاء وعلى كل الطرق المؤدية إلى مركز المدينة للسيطرة وإلقاء القبض على بعض المطلوبين بالعمليات التي جرت قبل استقبال الخطة الأمنية التي وضعت للعاشر من محرم. والآن ترى العديد من القوات الأمنية تشترك بتوفير الحماية اللازمة لكل الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء، جرى ذلك أيضا بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي بمسك الطرق وتوزيعهم على مداخل محافظة كربلاء وأيضا على مفترقات الطرق بضمان انسيابية سير هذه الزيارة. إضافة إلى ذلك هناك خطة كانت أو شكلت حديثا اللي هي خطة النقل بهذه الفترة وتوفيج الزوار من داخل محافظة كربلاء إلى محافظاتهم أو استقبالهم إلى محافظة كربلاء، هذه الخطة أشرف عليها بعض المسؤولين داخل محافظة كربلاء. هناك أيضا خطة الصحية والخدمية التي من خلالها جرى العمل على قدم وساق من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة. ضيفي بهذا الحصاد هو مهندس حيدر، أحد المهندسين في بلدية كربلاء، للحديث حول الخطة التي وضعت من قبل بلدية كربلاء لاستقبال زيارة العاشر من محرم. أستاذ حيدر حياك الله. أهلا وسهلا بك قناة التغيير المتواصلة دائما مع الحدث. يعني الخطة اللي وضعت من قبل بلدية كربلاء وكيف هي استعداداتكم لاستقبال هذه الزيارة؟ صار يومين على بدء الزخم داخل محافظة كربلاء، كيف هي الاستعدادات؟ هل الكوادر بالبلدية كانوا كافين أم طلبتم الدعم والإسناد من باقي المحافظة؟ نعم أشكرك وأشكر تواصلكم المستمر، أشكر قناة التغيير الداعمة للدوائر الخدمية. بداية عظم الله لكم الأجر واستشهاد سيد الشهداء في هذه الذكرى العليمة. بلدية كربلاء ودوائرها الخدمية وحسب توجيهات السيد المحافظ المحترم وإشرافه المباشر عدت ثلاث خطط، يعني ثلاث خطط لتغطية مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام. الأولى كانت هي تبديل الرايات لأم الأطهار، شملت تقسيم المدينة إلى تسع قطاعات، بلدية كربلاء تسع قطاعات من القطاع الأول القطاع الثامن إضافة إلى شعبة حدائق متنزهات، قسمت المدينة إلى تسع قطاعات، تم شمول جميع مركز المدينة بأعداد إضافية لتغطية مراسيم هذه الزيارة. استمرت لليوم السابع الخطة أليف أو الخطة باء، واليوم إحنا من البارحة نزلنا يعني بالخطة جيم، خلينا نسميها إذا صح التعبير، اللي هي خطة الاستنفار التام، العمل على مدار الساعة تسع قطاعات وبإشراف مباشر من قبل السيد المدير السيد المحافظ. هل الآليات كانت كافية أستاذ حيدر؟ والله إحنا أستاذ مثل ما تعرف إحنا بزيارة العاشر من محرم الحرام يعني نشتغل بالجهد الذاتي، بالزيارة الأربعينية يجينا دعم من المحافظات، لكن إحنا بالزيارة العاشر من محرم الحرام كربلاء وكوادرها ودوائرها الخدمية تكتفي بجهودها الذاتية وبعدد الشفتات. إحنا اليوم يعني 500 عامل إضافي شغلنا على المدار ثلاث وجبات على مدار 24 ساعة، يتم تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام. نعم. لأصحاب المواقف. أستاذ حيدر بصورة عامة الآن أنتم مسيطرين على الوضع صحيح؟ والله حضرتك جولت اليوم بالمدينة والحمد لله والشكر، وإحنا على مدار الساعة آلياتنا انسيابية تامة، تنسيق عالي مع الدوائر الخدمية مع القوات الأمنية، الكل متعاون، نعمل بروح الفريق الواحد، فإن شاء الله يعني مسيطرين على الزيارة. أشكرك. شكرا لك. نعم هذه كانت خطة بلدية طيب. كربلاء لزيارة العاشر من محرم، والأمور تجري الآن بصورة ممتازة جدا داخل محافظة كربلاء، ولا توجد هناك أي خروقات على كل الجوانب وعلى كل الخطط التي وضعت بداخل هذه المحافظة لحد هذه اللحظة. طيب كم وصل عدد الزائرين لغاية الآن، وحينما نصل إلى الذروة ما المتوقع أن يكون العدد؟ حقيقة لحد هذه اللحظة لم تكن هناك إحصائيات بالأعداد التي وفدت إلى محافظة كربلاء، ولكن هناك بعض ممن يعني أعطى نسبة معينة من أعداد الوافدين لحد هذه اللحظة
أكثر من 3 ملايين زائر لحد هذه اللحظة دخلوا إلى محافظة كربلاء. اليوم إحنا يوم الثامن من شهر محرم، والذروة سوف تكون يوم غد أو بعد غد، سوف تصل الذروة إلى أوجها بزيارة العاشر من محرم، حيث ستبدأ هناك مراسيم أخرى كالتطبير وأيضا إحياء هذه الشعائر وركضة طويريج. فكل هذه ستكون هي ذروة زيارة العاشر من محرم، وهناك أكيد سوف يكون هناك استنفار كامل للخطط الأمنية التي وضعت والصحية وأيضا الخدمية وأيضا خطة النقل لإرجاع الزائرين إلى محافظاتهم. لحد هذه اللحظة سوف نرصد من خلال شاشة التغيير أي إحصائيات سوف تخرج من قبل الدوائر المعنية بما يخص موضوع توافد الزائرين وأيضا الخطة وسيرها من خلال وجود بعض الوزراء الآن بمحافظة كربلاء للإشراف ميدانيا على خطة هذه الزيارة، ومن ضمنهم وزير الصحة سوف يكون بعد قليل بداخل محافظة كربلاء للإشراف على الخطة الصحية داخل المحافظة. الكل يعمل من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة، وإن شاء الله ستكون هذه الخطة ناجحة بمعية كل المسؤولين والمعنيين داخل محافظة كربلاء، ولا سيما بالذكر العتبات المقدسة، المتطوعين، كل القوات الأمنية، الشباب كربلاء أيضا يعملون من أجل أن تكون كربلاء لوحة جميلة ترسم لكل العالم من خلال زيارة العاشر من محرم. طيب فيما يتعلق بالكهرباء والمياه، هل هناك أزمة معاناة يعانيها الزائرون، أم أن يعني المياه والكهرباء مستقرة نوعا ما؟ حقيقة نحن لا نتكلم بمجاملة بهذه القضايا. الآن محافظة كربلاء تفتقر إلى الماء وإلى الكهرباء بصورة كبيرة جدا. هذه الخطة لا نستطيع أن نقول عليها أنها خطة ناجحة، خطة المياه والكهرباء. بعض أحياء كربلاء لحد هذه اللحظة تفتقر إلى وجود المياه داخل المحافظة، كون النسبة الأكبر أعطيت والحصة الأكبر أعطيت إلى مركز المدينة، من أجل يعني بداخل مركز المدينة هناك المواكب والحسينيات تحتاج كميات كبيرة من المياه. ولكن بعض أحياء كربلاء وصلتنا العديد من المناشدات على أنه انقطاع المياه لديها إلى أكثر من 2 أو 3 أيام، والبعض أكثر من هذه الفترة بدون حصولهم على الماء. إضافة إلى بهذه الفترة كان من المتوقع يعني كما حصل في السابق تكون هناك حصة مخصصة من الكهرباء إلى داخل محافظة كربلاء بصورة عامة، كون الكربلاء كلها سوف تكون عبارة عن فندق شامل لكل بيوتات الكربلائيين وكل أحيائها هي استقبال زيارة العاشر أو زيارة الأربعينية. ولكن للأسف التركيز على عطاء الحصص الكهرباء والماء وايضا الخدمات سوف تكون فقط او كانت فقط بمركز المدينه، ولكن احياء كربلاء تعاني ولحد هذا اليوم تعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وايضا الماء. نامل من الحكومات السابقه انه يتم محاسبه هذه الخطط التي لم تكن هناك نتيجه بخلال تواجدهم بمنصه الحكم، وايضا الحكومه الحاليه ان تجد حلا لهذه المشاكل كونها مستمرة لحد هذه اللحظة. لا نريد مثل هكذا أمور أن تعكر صفو هذه الزيارة وأيضا تسبب مشكلة وتعكس صورة سيئة على محافظة كربلاء. نرجو من المعنيين أن يضعوا حلا لموضوع الكهرباء والماء بهذه الفترة، ولا تكون هذه عائقا تجاه خدمة الإمام الحسين بتقديم الخدمة للزوار الوافدين إلى داخل محافظة كربلاء. هذه المشكلة لحد هذه اللحظة لم يتم حلها. ننتظر من السادة المسؤولين والمعنيين أثناء تواجدهم بمحافظة كربلاء بطرح هذه المشاكل علها تكون سببا بإيجاد حل لهذه. نحن مقبلين على زيارة الأربعينية، نرجو أن تكون زيارة الأربعينية أفضل من ما وضعت عليه الخطة بزيارة العاشر من محرم، وهي لا يكون بيت من بيوتات الكربلائيين يحتاج من المياه أو الكهرباء ما يلزم لإكمال مسيرة أو حياته اليومية باستقبال الزوار، وهذه قد تكون مشكلة كبيرة يعاني منها الزائرين وأيضا أصحاب الأماكن داخل محافظة كربلاء. نعم جاسم الهميم مراسلنا من كربلاء، شكرا على هذه الإحاطة التي وافيتنا بها.